نعم هذا ممتاز. هل رأيت الأبقار والأغنام وعينتهم؟ نعم السيد أرتوك أراني إياها. حيواناتنا سمينة سيدي ووضعها جيد وليست مريضة. ما شاء الله. كوندكتور خيرا ان شاء الله. ترى الى اين ذهب؟ كيف لم استيقظ باكرا؟ أفراسياب، أقول الحق، لن ترى مثل هذه الحيوانات في أي قبيلة. لحمها كثير وصوفها كثيف. بالتوفيق سيد جندوبتو. شكرا سيدة أيتولون. والآن يا حضرة التاجر، أخبرني هل ستبخل علينا بثمن البضائع؟ سأعطيها حقها سيدتي، كوني مرتاحة. في الحقيقة حتى لو كنت ستبخل فإن السيد جندوكتو يعرف جيداً كيف سيفتح خزينتك. لا سيدة أيتولون اهدئي، لم نجلس للمساومة ولم يرى منسوجاتنا، دعيه يراها وبعدها سوف نتفاوض. خيراً سيلجان. قلقت حين لم أرك بجانبي. على ماذا قلقت سيلجان؟ نحن في قبيلة كبيرة، حلت بنا آلام كثيرة ونحن في هذه القبيلة، لهذا في أي وقت لا أراك فيه أنا أقلق. بعد إذنك سيدي تفضل. أخبريني سيدة سيلجان، قبيلتنا الكبيرة ما الذي فعلته غير أنها فتحت موائدها لكم؟ هيا أخبريني كي أتلافى التقصير. كوني زوجة السيد. تعلمين ما هو أكبر تقصير أيتولون؟ رغبتك بأن تكوني سيدة الحاكمة على كل شيء. سيلجان. لا يهم لا يهم، دعها. واضح بأن السيدة سيلجان تحاول أن تشعل نار الفتنة التي لم تستطع إشعالها في قبيلتكم هنا، ولكن في بيتنا المنيع هذا لا يمكن لشيطانها أن يرمي رماحها، فلا سيدنا ولا أنا أسمح بهذا. يا إلهي، الشيطان أصبح ملاكا دون أن نعلم بالموضوع. طوال الوقت تفرقين الناس عن بعضهم فقط لتجلسي في خيمة السيادة. سيلجان اذهبي من هنا فورا ولا تدعيني ارتكب ذنبا. هيا هيا. سأحضر طعام الفطور سيدي، فتعال لتأكل. أعتذر سيدة أيتولون. ليس مهما سيد جندوكتو. ما شاء الله تمتلك صبرا كصبر أيوب. امرأة مجنونة لا تعرف الحد، لكنك صبرت عليها طوال حياتك
ولم تتخلى عنها. كنت أخبئ في داخلي، لكني سأقول بغياب أرطغرل وأيضاً أخيك سونغور، نسل سليمان شاه سوف ينتهي، وإذا انتظرت هذه المرأة لتنجب لك فسوف يضيع الوقت منك وسوف تضيع قبيلتكم. وها أنا أخبرك، أستأذن. أنت لست امرأة بل شيطان. هل يزعجك اطمئنان القبيلة؟ ها؟ لم تبقي لي أي قوة لأحتملك. تقول هذا لي غوندوغتو؟ أنت لا ترى أفعال تلك الشيطانة وترى عيوبي فقط. احرسي سيلجان. جعلتني أكره اليوم الذي عرفتك به، وأكره اليوم الذي دخلت به إلى خيمتي. لم أعد أحتملك أكثر ولا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى. ستجمعين أغراضك فورا وتخرجين من خيمتي، هل فهمت؟ اخرجي. لن أخرج ولن أترك عائلتي لتلك المرأة الشيطانة. لن أذهب مهما حصل. يا امرأة، هل بقي لنا عائلة؟ هيا تكلمي، هل بقي عائلة؟ هيا اخرجي، أنا لا أريد أن أراك أبدا في هذه الخيمة. لن أخرجي. أذهب. أخرجي. لا بسرعة. أريد أن أذهب. تحركي. لن أراك هنا بعد الآن. أخرجي. لا. هيا. لا. هيا. لا. أخرجي. أخرجي.